والله صار خرجت يما كتقلب عليه في الحومه كامله ما جبراتو شي وانا كنت خارج. رجعت للدار جبرت دخلت المراه كتبكي شاني قال لي سليمان راه تلاه قلت لها شحال عندك كتبكي راه العائله راه غير في الحومه ما صدقتش. طالب السيد يتعاقب القانون هو اللي غيتعاقب انا ما في يديش باش غنتبع هذا السيد. هذا السيد راه عامل كارثه في الحومه قتل الروح وما جا لا يسقسي فيا ولا بحال الا قتل جبان انا عيط لذاك الغواص جا هو كيما هو الهايدا تلقى الواو هنا طلعوا مسكين هايدا. الولد ديالي عنده قول 13 عام خلق في 15/12/2009 مات نهار 13/12/2022 الولد ديالي كان كيقرا ما كيقرا في السابع والعائل كيصلي يخدم شغل معايا ما كيخرج ما كيدخل ما كيتجمع مع حتى واحد. نهار خروج قال لي ما انا غنخرج نطلع نمشي عند شي صاحبي هنايا خرج في الحومه تعطل ما جا يصلي عصر ما والو مول العصر خرجت يما كتقلب عليه في الحومه كامله ما جبراتو شي وانا كنت خارج. رجعت للدار جبرت دخلت المراه كتبكي شحال قال لي سليمان راه تلاه قلت لها شحال عندك كتبكي راه العائله راه غير في الحومه ما صدقتش ما عنده فين غيمشي العائله ما عمرو خرج من الدار باش يمشي قال لي راه ما جاش. وخرجت انا قلبت الحومه كامل وصلت لعشاوه الكوميساريه قالوا لي في الصباح طلع الدائره 8 ود البيرماروس العوامه قالوا لي طلع الدائره 8 في الصباح مشيت غنديكلاري به قال خصك تجيب الحاله المدنيه عطيت له التصويره قال لي مشي جيب الحاله المدنيه. ملي جيت جبت الاخت ديالي جات شافوا واحد الدار هنايا فيها الكاميرات قدام الدار ديالي صور شافوا داك التصاور صوراتهم في التليفون وخرجوا وطلعوا من هنايا. ملي وصلت تما جبرت الشنكله ديالو قالت له العائل صغير دابا هو باقي خوتو صغارين منه قال له شت الشنكله سليمان قال له سليمان صافي صرت موريا قال لي راه بلا ما تمشي راه جبروا الشنكله ديالو في داك البحيره اللي عملوا فيك. ملي طلعت بقيت جالس تما حتى جاوا الوقايه المدنيه جا القايد الباشا قدميه جات البوليس هذاك الرئيس دائرة 8 هو اللي جبرني هنايا قال لي عندك تقول لي هو قلت له هذا الشيء اللي طلع. وبقينا سنين ملي جا كان غيقلب هنايا في داك التراكس غيب داك التراكس اللي وانا جالس تما قلت له العائله هو هنايا سعد قال لي واش كتشوفوا الشنكله ديالو يا اخرى لا هي قلت له قلت لك العائله هو هنايا هذه الطريق الا كان جاي من هنايا راه زلق هنا. عيط لذاك الغواص جا هو كيما هو هايدا طلق الواو هنا طلعوا مسكين هايدا صافي غطاو. انا مشيت مع هذيك البوليس مشيت عطيت الاقوال ديالي بقيت واحد 15 سيمانه رجعت لعندهم قالوا لي باقي شي سيمانه يا خلعه. ملي رجعت عطاو لي واحد الورقه قالوا لي مشي لمحكمه الاستئناف. ومشيت عطاو لي واحد الورقه عاود قالوا لي مشي لمحكمه الابتدائي. انا حاليا باقي ما عرفت حتى شي حاجه. هذا السيد خصو يتحاسب على هذا الشيء اللي داير هنا. طالب السيد يتعاقب القانون هو اللي غيتبعو انا ما في يديش باش غنتبع هذا السيد. هذا السيد راه عامل كارثه في الحومه قتل الروح وما جا لا يسقسي فيا ولا بحال الا قتل دبان انا ودابا حاليا انا باقي ما عارف والو. دابا خصني هذا السيد المحكمه تاخذ الاجراءات معاه وشوفوا شي حل معاه. دابا كيحفر انا بحال كيحفر لي في راسي انا كنخرج من الباب كنشوفو كيحفر هنا بحال إلا كيحفر لي في قلبي ما مسوق شي مرة. مشاكل الحومة راه حفر الحومة كاملة كتجي تقطع غا عند العائلة ديالك خاصك تدور ملتاح ما عامل لا زر بلا والو غطلع المرة من هنايا غطيها بزاف عار حفر الدنيا كاملة هنايا العواول كيخرجو كيتمشو هنايا ها الدار ها هي قدام هاد الديور كامل وهو بيدو كيقول العساس كيقول له راه العوال كيطلعوا يعوموا هنايا وكنجريو عليهم واش غيعوم العائل في الشتا والعوال كتجبرهم كيلعبوا هنايا وانتينا ما عمرش الزهر وكتشوفهم بعينك
قال لك لا كنجري عليهم وما كيتضسروا. ولدي دابا توفى الله يرحمه.